اولا السلام عليكم وصحه رمضانكم. هذا التكريم اليوم تكريم كبير انا نعتبره، ونشكر سي عمر بوزفران اللي دار حاجه كبيره اليوم كما قال لك. هذا رد الجميل للحاج الله يرحمه، وبحضور كل الاعضاء تاع اولمبيك بالعباس وخويا مهدي هنايا والناس اللي حضرت من الاذاعه تاع بالعباس نشكرهم. وكما قال لك هذا اليوم ما يتنساش، هذا اول تكريم بعد وفاه الحاج الله يرحمه، ونطلب لها الرحمه ونتمنى الناس يطلبوا لها الرحمه. وشكرا على هذا التكريم اللي كما قال لك ما يتنساش. هذا هو بارك الله. ما تقلعش دوك هاد الاشخاص اللي كاين مشكل مع الاشخاص، ولا من حق كل واحد يهضر على ليكيب تاعه، وكل واحد غادي يهضر على النقائص ولا بصح في ليطا ليطا اكتويال اون افي بيزوان دو سي جون لا لقيناهم غير هما. عضو من إدارة السيد بلعباس أي اتحاد بلعباس، واللي ألب هذه الدعوة للأخ ربيع، واش قلنا وباختصار حول هذا التكريم؟ الأولى صحة رمضانكم صحة بطولكم. كما قال لك هنايا كما قلت السي عمر بلي حنا نلبوا أي دعوة، واتحاد بلعباس كما قال لك هذا فريق الجميع. واليوم نتمنوا لسي زبير خونا هنايا كل النجاح، وسي عمر ثاني في الفريق تاعه، وإن شاء الله الفريق في بلعباس قاعد تقبل، وحنا رانا هنا باش نعاونوا اي فريق. هل لكم التنسيق مدام سي ربيع زبير هو رئيس انصار اتحاد بلعباس؟ محمد خويا انا هاد الصوالح كما قال لك انا عمري ما دخلت فيهم، حنا جينا نعاون الفريق وروحنا مع الفريق، وهادو هادي الشيء اللي هضرنا عليه روحنا مع سي عمر، خاص الالتفاتات تكون من الجميع من طرف الجميع. باش يكون تنسيق خاص اليوم يكون اتصال وتكون كاينه كومونيكاسيون. لو بروبليم هنا في بلعباس يا با دو كومونيكاسيون، او مون دو كومونيكاسيون لي نون دي وصلونا للفريق اللي هو راه ما نقدرش انا نلوم اكس ولا ايكغيك، انا نلوم طول المون مني وروح، باسكو فريق دهور باسكو ما كناش واقفين معاه. ما نقولوش ما كانش رجال في بلعباس، الحمد لله كاين رجال في بلعباس، شاول الرجال خاصهم يكونوا متحدين. شوف سي محمد حنا ما عندنا مشكل مع اي شخص، هو سي ربيع عارف ما عندنا مشكل مع اي شخص، والاداره فاتحه الباب لاي ناس يجوا. انا واحد من الناس كيجي نعاون الفريق ما بلعوا لي اي باب، قالوا لي با يجي الفريق تاعنا كاع كيجينا وقفنا فيه، ما حتى واحد ما بلع لنا اي باب باذن الله، وما يبلعوا له اي باب باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، ولل رمضان مبارك للجميع. كما تعلم السي محمد أن جمعية أوفية وشرفة اتحاد العباس كانت دائما في هذه تبادر في هذه المبادرة من هذه المبادرات من أثر التكريمات. كرمنا رؤساء قدماء رؤساء تاع اتحاد العباس، لاعبين سابقين، مجاهدين، واليوم كان السي ربيع الاخ الفاضل تكريم حقه مثل التكريم في مدينه العباس، بما انه الوالد تاعه خدم بالعباس وخدم ولاد البلاد كاع تاع بالعباس، يشهد لانه كان له الفضل في مساعده الجميع. حتى اتحاد العباس كنا في القسم الثاني ولكن كان في القمه، يستاهل كل خير ان شاء الله، ومازال كاين تكريمات اخرى ان شاء الله. السلام عليكم. هذا التكريم اللي درناه لسي ربيع الحاج الله يرحمه الله يجعله من اهل الجنه ان شاء الله، ربي يعيشنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا ربي امين. على المسيره تاع هذا البريزيدون دونك جوار البريزيدون، وميم على ربيع انسان حاجه، هذا انسان حاجه تاع صراحه، سي اصغر مسير في اتحاد بلعباس، وحنا ردينا له الجميل هذا تاعه، ما بالوقوف تاعه معنا
الاولمبيك بالعباس ما الى تعتادي بلاصمو والمعاونه ومعاون الفريق. حنا منا نقولوا لها الله يكثر خيرك، والسي مهدي نقولوا لها مرحبا بك. حنا فاش نعرف باللي امام هاد الناس اللي راه تحوس في البلباله بين اتحاد بالعباس، حنا ما كانش كاع اللي يسبقنا في اتحاد بالعباس، وحنا اللي فهمنا. حنا نهضرنا مع السي مهدي ومهدي عطانا راي، سواء حنا هذا الراي غادي نتشاوروا عليه ان شاء الله مع دونك. رانا مازال الجمعيه تاعنا دونك شاده تاع البريزيدون كوميتي سيبورتير مره ثانيه رابعه معنا، وحنا غادي نشوفوا ان شاء الله كي تكون التفاته مليحه ان شاء الله وكاع، حنا نتصلوا بك سي المهدي ها ونشوفوا ان شاء الله. حنايا عندنا خاطر حنا كي تكون حاجه حنا نهضروا، خاطر انا ماشي وحدي، حنا كاين جماعه نتفاهم معاهم ان شاء الله. كي يقول لك غادي نجموا نتصلوا بهاد الناس اننا غالق، ونقول لك ان شاء الله ساكن. حنا ماذا بينا هذا الاتحاد بالعباس ما يبغيش واحد غير وحدين ياكلوا في بعضهم بعض في الباطل. شوف سي محمد، بغيت نقولها لك ونعاودها لك، فريق اتحاد بالعباس ما مربوطش بشخص. حنايا لا فورس تاعنا سي لونيون، كاين اسم تاع فريق اتحاد بالعباس سي لونيون سبورتيف. حنا نسينا هذا الموضوع لونيون، سي تري امبورتون. وباش نولي للشيء اللي صرا، حنا بالعباس كان اتحاد بالعباس في هذه الفترة صعبة جدا، حنا كانوا فيها فرق من كانت في الحالة تاع اتحاد بالعباس وين راحت للحضيض. حنا لعبنا بربع سنين ولا ثلاث سنين حنا لعبوا بلي اي 19، نشكروا سي بخدا على العمل الكبير اللي داروه، نشكروا الإدارة ثاني للشيء اللي دارته، ما بالك صغير ولا بالكبير، الشيء اللي كاين كل حاجة نعطوها حقها، الناس وقفت مع ليكيب، ماشي الشيء اللي كيبغي كيما هاك. شاولا حنا الحاجه اللي خاصنا نعرفوها خاص توجيه كما قال لك وجهه النظر تاع الراي العام، خاص الراي العام يعرف بلي الناس خدمت، كاين اللي خدموا من البعيد، كاين اللي خدموا من القريب، كاين اللي يسوفوا على هذه ليكيب من البعيد ثاني. حنا هذا الفريق نقولها ونعاودها توجو نولوا للصميم تاعه هو اليونيون تاعنا. ربيع، اخر سؤال، هذا سؤال مهم جدا. استاذ، هل البرنامج تاعك في الصفحه هذه الجديده، هل لك برنامج؟ شوف سي محمد، مشكله اتحاد بالعباس راها في الجمعيه العامه تاع النادي الهاوي. الجمعيه العامه كان فيها 34 عضو، وبعد عده وفيات الناس اللي نترحموا عليهم رؤساء سابقين ومسيرين، راه باقي كيما حنا نقولوا راهم يحضروا سبعه تاع ناس الاغلبيه من المكتب. دوك ما تقدرش تقرر مصير اتحاد بالعباس بسبعه اشخاص. عليها عندنا المطلب، وهم هذا المنبر نطلب من مدير الشباب والرياضه السي غربي بدر الدين، اللي كما قال لك نشاهدوا له ما تخلاش على الفريق من بدايه الموسم، نطلبوا منه بهذا المنبر يكون يتدخل بالتنسيق مع الاداره، تكون كاينه التوسعات على الجمعيه العامه، ويكون من كما قال لك من العضويه تمنح لكل لاعبين السابقين، كاين لاعبين سابقين كل جينيراسيون، شاك جينيراسيون قال تاع 72 لي 82 92 ومسيرين سابقين، عندنا محاميين، عندنا ناس اطباء اكفائيين محبين تاع اتحاد بالعباس، تكون الجمعيه عامه موسعه، تكون كما حنا نقولوا نقدوا كما السطيف كما مولد الوهران ديباس لي سونتين تاع الاعضاء. من ثم تكون صفحه جديده، ويكون كما قال لك السي مهدي خويا هنايا. والمثال اللي غادي نديروه المهدي، الناس تشهد له بلي راه معاون الفريق ماديا وواقف معاه كاع العام مع الكاتيجوري وكذا. ها هو راه اللي كما قال لك اليوم كان الضيف الشرف تاعنا هنا في المقر تاع اولمبيك، ما كانش اللي رده وما كانش اللي قال بلي راكو دير كذا في الاداره، الناس تفهمت علاه باسكو مهدي عنده لافونتاج تاعه، عنده الحوار وكما قال لك يتنسق مع تول موند، يهضر مع تول موند وكل واحد يعطي حقه، وعنده كلمه هضرها في بلاصته. قال لك هاد الخلافات والصراعات الشخصيه ما تديش للفريق النتيجه.